التي تحترق بشكل لا يطاق. هل يمكنك النفخ عليهم؟ هل أنت مجنونة؟ لن أنفخ عليهم. من هنا؟ لماذا الحجرة مظلمة؟ أمن أحد هنا؟ أي أحد؟ هذا ليس مضحكا، نخرج. هل يظهر؟ هل سألت نفسك؟ لا تفعلي هكذا، إنه لم يمت. كيف علمت بذلك؟ هيا اذهبوا إلى أماكنكم. لماذا أنت هنا؟ أعطني هذا. صباح الخير معلم. يوم معلم سعيد، هذا لك. شكرا جزيلا لك. عفوا معلمي. جزرة فيتامين ألف، إنه مفيد. شكرا برونزو. أعطني علامة جيدة من فضلك. سأعطي لكم جميعا درجة نهائية. تفضل. شكرا هاجي. أيها المدرسة، شخص ما قد قطف كل الزهور من حديقة المدرسة. إنه هو. لص الزهور، كنت أبحث عنك منذ فترة طويلة. إلى أين تركض؟ ركض هناك. هنا؟ ها، كل شيء على ما يرام. لقد تم وسيكون الأمر ممتعا للغاية. أهلا بكم. بونزو، إن كرسيك صغير، خذي هذا الكرسي لك. ماذا نفعل؟ ماذا؟ ربما لا، أنا قصيرة، سيكون أكثر راحة. لا 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 لا، أنا هنا لكي أقرر. هيا بونزو، خذي الكرسي. حسنا. ماذا تفعلي يا بونزو؟ اجلسي هيا. سوف أحييك أكثر، كنت أفتقدك كثيرا. إنه أمر رائع بالتأكيد، لكن الدرس قد بدأ بالفعل. لا سأقف. هذا يكفي، هيا اجلسي. حسنا. حسنا، لندخل في موضوع درس اليوم، إنه درس مهم جدا. هل أنت بخير؟ كعكاتي تحترق بشكل لا يطاق. هل أنت مجنونة؟ لن أنفخ عليها. سأفعل ذلك بنفسي بعد ذلك. لقد تعبت من كلامكم في الفصل. لديكم استدعاء أولياء أمور غدا. هل أحضرت والدتك؟ نعم. هيا إلى الممر. أيها الآباء، رجاء ادخلوا. مرحبا أيها الأب. مرحبا. ماذا تفعل ابنتي؟ هل من شيء آخر؟ أنا سوف أعلمها كيف تتعامل. ادخل من هنا، تفضل ادخل. إنهم لك. شكرا لك. الانتباه الانتباه، تمت سرقة أخرى لزهور الحديقة. لقد سرقت مرة أخرى. إنه هو. من فضلك اجلس على المكتب. هيا اجلس هنا هيا. حسنا، أين أبي برونزو؟ ياه، ما هذا؟ يجب عليك إصلاح هذا السقف. الهواتف ممنوعة في الفصول الدراسية، لقد نبهت على ذلك. نعم، أسف.
آسفة، لن نفعل ذلك بعد الآن. لماذا أنتم بطيئون جداً؟ ألم تتعلموا من صديقتكم؟ لقد تعبت من هذه المنافسة، أراهن أنني سأفوز. أنا وساقي الثمانية؟ حسناً، أصمتوا. حسناً، دعنا نراهن، من يخسر يحصل على ركلة. لا تراهن هابي. أنا موافق. جيد، غداً سنلتقي هنا، كن جاهزاً إذاً. جهزي نفسك. ماذا فعلت هابي؟ لدي فكرة، لا تقلقي. الدرس انتهى. من أنت؟ يجب عليك أن تركض 10 لفات. هيا. حسناً، سأساعد مشتركي القناة. حسناً، لا تستطيع أن تفعل هذا، لكني سأقول لك، أنا في الحقيقة لست مدرساً عادياً للتربية البدنية، أنا جنية. إذا أحببت هذا فاضغط على أعجبني. هيا اضغط الآن. قل لي، هل تحب معلم التربية البدنية الخاص بك؟ قل لي. هيا يا شباب، هيا هيا اضغطوا على أعجبني. هيا هيا، لا تخجلوا. هيا، السحر القوي يحتاج إلى إعجابات أكثر. بعد 200 عام. سوف أقفز، لكن مؤخرتي لا تستمع إلي. انظري، بالأمس جاء العالم بوب بلاي تايم معلق أرجل الحصان بي. حسناً حسناً، فالآن سوف أكون أسرع منك. حصاناً؟ لن أضرب حصاناً بساقي، لابد لي أن أبتكر شيء ما. حسناً، لا تئن، هذا صحيح. اسمع، لا أستطيع اليوم، أنا بحاجة للذهاب إلى المستشفى، لقد اصطدمت بشيء ما. هل أنت خائفة؟ لا، لم أفعل، ساقي تؤلمني. حسناً، أنا بالخارج. حسناً، انطلق. هيا يا أمي، هيا اخرجي، لقد رحلت. الطقس حار جداً. أوه يا إلهي. حسناً، هوبو وبانزي وذات السقان الطويلة، حافظوا على نظافة الفصل. حسناً حسناً، سأحضر الماء. سأحصل على ممسح من الفني، سوف أقوم بمسح الغبار. أحضرت الماء. يا رفاق، هل أعجبكم هذا الفيديو؟ إذا اشتركوا. أين الممسحة؟ إنها مع بونزو. إنها معي. بونزو، كم أنت غبية! سأقول لك كيف تفعلي هذا. حقاً أريه. بونزو، هل أنت غبية؟ إن هذه الممسحة غير مناسبة، وذلك لأن الباب ضيق، تحتاجين إلى توسيعه. هيا بونزو، هيا. دعني أساعدك. هيا ادفعي بقوة. هيا بونزو، هيا. من يستطيع أن يحل هذا المثال؟ جبن. أنا؟ هيا تفضلي. إذن أوه،
صحيح؟ لا، ادخلي. أعلم أعلم، هل أستطيع؟ حسناً بونزو، هيا. إذن حسنا، لن نتشاجر بعد الآن.